نتحول إلى حالة الطقس، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت ارتفاع في درجات الحرارة على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقيم تتراوح من درجتين إلى 3 درجات مئوية. ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء. وهذه درجات الحرارة متوقعة غدا على بعض المدن ومحافظات الجمهورية وعدد من المدن والعواصم العربية والعالمية.